افتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فعاليات معرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي. واستقطب المعرض الذي يحتفل هذا العام بمرور عقدين على انطلاقه 371 شركة من مختلف دول العالم. غسان أبو اللوز. إرهابيون مفترضون ينفذون عملية اختطاف لسياح. العملية المفترضة افتتحت بها فعاليات معرض سوفكس العسكري لتوضح جزءا من التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية التي تواجهها الدول في محاربة الإرهاب الذي يعد التحدي الأكبر عالميا. التحديات المتواصلة التي تواجهنا تتطلب القيادة والالتزام والرؤية والتعاون، وعلى مدار السنوات أدرك الأردن قيمة التعاون والمشاركة في معالجة التحديات الأمنية المعقدة وفي متابعتها لتحقيق أردن أكثر أمناً. سوفكس المتخصص في مجال معدات العمليات الخاصة والأمن القومي يعرض آخر الابتكارات العسكرية خصوصا تلك المستخدمة في مكافحة الإرهاب، أسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة وذخائر وأنظمة رقابية، بالإضافة إلى صناعات محلية لبعض الأسلحة والآليات، فيما يشهد المعرض اتفاقيات بين الدول الباحثة عن آخر التكنولوجيا العسكرية لدرء شر ما زال يشكل هاجسا كبيرا عالميا. احنا بنحاول ان احنا نهيئ السياسات، نهيئ التدريب، ونهيئ المعدات، ونهيئ القوى البشرية اصلا، وهي عبارة عن حلول لهاي المشاكل التي تعاني منها الدول، وخاصة عندما يكون الإرهاب بدون أي عنوان. النمو لمعرض سوفكس أكثر من 15% في عدد المشاركين والمساحات المساحات العرض. الدورة العاشرة من المعرض جاءت تحت عنوان القوات الخاصة في عصر الحروب الرقمية، توفر فرصة للحوار والتشاور حول مكافحة الإرهاب والتطرف في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات متنامية. سوفكس الذي يعد محطة عالمية توفر الحلول الفعالة للتحديات الأمنية كما يقول منظموه، يأتي وسط تصاعد مقلق للإرهاب في المنطقة، لا سيما ما تحمله الأزمة السورية من تحديات وتعقيدات أمنية كبيرة حاليا ومستقبلا. من معرض سوفكس، غسان أبو لوز، العربية، عمان.